اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الآن في الميقات في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمون فيها. لبيك اللهم عمرة عن المرحومة شهر حسين بشير مناع أم الساري من مجد الكروم، رحمها الله واسكنها فسيح جناته المقدمة، من أخوها محمد بشير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم منزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نجازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح باب السماء لروحها وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن متواجد في داخل جامع المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمون فيها لأداء مناسك العمرة عن المرحومة ساهر حسين بشير مناع أم الساري، رحمه الله واسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها. اللهم أقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أدخلها الجنة. اللهم أدخلها الجنة. اللهم أدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الطواف استكمال باقي مناسك العمرة عن المرحومة ساهر حسين بشار مناع مساري، رحمها الله واسكنها سيح جناتهم مجد الكروم، مقدم من أخوها محمد بشير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحها وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنها كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله. اللهم يمن كتابها وهون حسابها ولين ترابها وألهمها حسن جوابها وطيب تراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وادخلها الجنة. اللهم وادخلها الجنة. اللهم ادخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنابل الخير، جسر الثقة في مساعي الخير، وعنوانكم للخير في كل الدروب.